بالأغلبية رفض مجلس إدارة النادي العربي رسميا الانسحاب من مسابقة دور فيفا، وكان مجلس إدارة النادي قد صوت بأغلبية 6 أعضاء ضد الانسحاب وموافقة 4 على الانسحاب وغياب رئيس النادي جمال الكاظمي بداعي سفر، وبهذه النتيجة يستمر الأخضر بالمنافسة في دور فيفا آخر بطولات الموسم الكروي في الكويت رغم عدم احتساب النقاط 3 لمصلحة العربي، فيما أعلن مجلس الإدارة أنه سيواصل مشواره في قضية النقاط 3 المتنازع عليها مع نادي الكويت. وللمزيد بشأن قرار النادي العربي ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس إدارة النادي عبد الرزاق معرفي. بعد التحية، جاءت الموافقة على استمرار النادي العربي في دوري فيفا بأغلبية 6 أصوات مقابل 4، هل لك أن تعطينا فكرة عن أجواء التصويت ولماذا كانت الأغلبية مع الاستمرار؟ يا هلا بيك اخوي. اول شيء امسي عليكم بالخير. الوضع احنا نحترم راي الاغلبيه، ف راي الاغلبيه ما في شك لازم الكل يحترمه في اي مجلس اداره او مؤسسه او هيئه او شركه. بالتالي احنا استعرضنا كل الامور اللي مشينا فيها بدرجات التقاضي، سواء مع اللجنة المؤقتة لكرة القدم أو مع اللجنة الأولمبية. وبالتالي احنا عقدنا هذا الاجتماع اليوم عشان نقرر شنو القرار اللي راح نتخذه، ومع العلم ان لليوم قبل بداية الاجتماع لم توافينا اللجنة المؤقتة لكرة القدم بقرار اللجنة الأولمبية. كل اللي احنا شفناه او كل الجماهير الرياضيه شافته بتويتر، وانا اعتقد هذا ايضا نقطه تسجل على اللجنه المؤقته اهمالها وعدم ارسال الكتاب وقرارات اللجنه الاولمبيه، مع ان حسب القانون ان اللجنه الاولمبيه ليس لها حق قانوني في البت في قرار اتخذته اللجنه المؤقته في لجنه الاستئناف اللي هي اعلى لجنه، ولا يمكن الاعتراض عليها. وبالتالي احنا لليوم لهاللحظه هذه لم ياتينا اي رد بقرار اللجنة الأولمبية. نعم، بالمقابل أعلن مجلس الإدارة أنه سيواصل مشواره في قضية النقاط 3 المتنازع عليها مع نادي الكويت، ما هي خطواتكم المقبلة في هذا الاتجاه؟ آسف، احنا مغاضاتنا ليس مع نادي الكويت. نادي الكويت ليس طرف مع النادي العربي. احنا الآن دخلنا في مرحلة الصراحة أنا أسميها مهزلة رياضية على 3 نقاط. الآن اللي صاروا خصومنا اللجنة المؤقتة لكرة القدم واللجنة الأولمبية وهيئة الشباب والرياضة. يعني الآن احنا قاعد نواجه 3 خصوم وليس خصم واحد، وبالتالي احنا سنستمر في هذه القضية. واحنا اليوم اتخذنا قرار ان راح نراسل الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى هذا احنا استنادنا الآن تدخل حكومي سافر في فعلا اثبتوا الحكومه انه في تدخل سافر. لما الان يابوا مستشارين، مع الاسف انا اعتقد ما عندهم درايه كامله ايضا في القوانين الرياضيه. نعم، واكبر دليل على هذا ان هم حجموا مع الاسف اللجنه المؤقته لاتحاد كره القدم، لان قرار اللجنه الاولمبيه قرار اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم في قرار لجنة الاستئناف هذا قرار نهائي وقاطع، ولا يحق أي إنسان يتدخل في هذا القرار. لكن مع الأسف، ومع الأسف وأقولها مع الأسف، أن هذه اللجنة أيضا لجنة عقيمة ولم تحافظ
على قرارها ولوائحها داخل هذه اللجنة المؤقتة. مع الأسف يعني نعم. أقولها بحزن أمام هذه الجماهير الرياضية، جماهير النادي العربي، أن هذا الاتحاد ضعيف جدا وهزيل، وليس عنده القدرة أن يدير هذا الاتحاد مع الأسف. وكان الواجب عضو مجلس إدارة النادي لوزير الشباب أن يحل هذه اللجنة ويعين لجنة جديدة. نعم، عضو مجلس إدارة النادي العربي عبد الرزاق معرفي كنت معنا للتوضيح، شكرا لك.